بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، وحشتوني جدا جدا جدا. فترة أجازة كانت لمدة 15 يوم ورجعنا لكم من النهاردة بإذن الله استعدادا للموسم الجديد. موسم مهم جدا لأن فيه بطولات وألقاب وبطولات جديدة على النادي الأهلي وعلى الكرة المصرية وعلى الكرة الإفريقية خلال الفترة اللي جاية. بعد موسم تاريخي بنستعد على بركة الله لموسم جديد خلال الفترة القادمة. يعني وإحنا راجعين قلنا هنرجع وهيكون اتحدد موعد كأس النخبة، اتحدد موعد كأس السوبر الإفريقي، اتحدد ميعاد انطلاق الدوري الموسم الجديد، شكل الدوري الموسم الجديد، شغل التحكيم، كل القواعد المتعلقة بالموسم الجديد هتكون اتحددت. 15 يوم فترة مش صغيرة، فترة طويلة، ولكن رجعنا لقينا الوضع كما هو عليه، لا جديد، يبقى الوضع كما هو عليه. عموما من النهارده هنبدا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، وكالعاده وزي ما انتم متعودين مننا في برنامج الترند بنحاول قدر الامكان نقرب من الكواليس والاخبار قبل ما تكون رسميه، لان بعد ما بتكون رسميه بتبقى الناس كلها عرفت خلاص ان الاخبار والقرارات اللي صدرت بتبقى نتيجتها ايه او مستقبلها ايه خلال الفتره اللي جايه. عموما انطلاقة الموسم بالنسبة لبرنامج الترند هتكون النهاردة على شاشة قناة الأهلي، وكالعادة محضرين لكم مفاجآت. فترة ال 15 يوم كانت فترة طويلة، أكيد الناس عايزة تعرف إيه اللي حصل الفترة اللي فاتت. طالما مفيش حاجة اتحددت، طب إيه الأسباب؟ إيه اللي ممكن يتحدد الفترة اللي جاية؟ طب هل في حاجة اتحددت ولسه ما تمش إعلانها؟ كل ده النهاردة هنتكلم فيه من خلال برنامج الترند، وأنا عارف بالتأكيد جماهير كبيرة جدا وجماهير عريضة في كل مكان عايزة تعرف ما هو القادم بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية. حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة جدا، ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نبدأ كالعادة بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة هي بداية الموسم الجديد، عايز أعرف اقتراحات حضراتكم لتطوير الكرة المصرية في الموسم المقبل. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من اقتراحاتكم، وأنا عارف من قبل ما أبدأ الحلقة وقريت جزء كبير جدا من الاقتراحات، ناس كتيرة زعلانة من أمور عديدة جدا في الوسط الرياضي، ولكن قدر الإمكان نحاول نستفيد من آرائكم عشان نشوف إيه اللي ممكن يتم في الفترة اللي جاية من أجل إفادة الكرة المصرية، خاصة إن النادي الأهلي بيغرد منفردا نحو تطوير الكرة المصرية في شتى المجالات. خلال الفترة الأخيرة كان في العديد من الخطابات للنادي الأهلي، ولكن كالعادة الوسط الرياضي محلك سر. عموما نبدأ حلقتنا كالعادة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، خالد بيبو في النمسا لوضع الترتيبات الأخيرة لمعسكر الفريق. وفي الترند المحلي، اجتماع مرتقب بين اتحاد الكورة وبيريرا لحسم مصيره. وفي الترند العالمي، مبابي يعود لتدريبات باريس سان جيرمان. بقى كيليان مبابي في باريس سان جيرمان خاصة بعد رحيل نيمار إلى الهلال السعودي في أحدث الانتقالات الصيفية اللي تمت في الميركاتو الصيفي قادما من باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي. طيب، استعراض مباريات اليوم، والموسم بدأ في كل الدوريات الأوروبية وأيضا كمان الدوريات العربية، لكن نبدأ مع بعض الدوري الإنجليزي. وفي هذه الأثناء في ثلاث لقاءات بتبدأ في توقيت واحد، فولهام بيستضيف برونتفورد، ليفربول بيستضيف بورنموث، وولفرهامبتون بيستضيف برايتون. الساعة 7:30 توتنهام هوتسيبير بيستضيف مانشستر يونايتد، والساعة 10 مانشستر سيتي بيستضيف نيوكاسل يونايتد، والسيتي كان لسه فايز بكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية. طب الدوري الأسباني، الساعة 6 ريال سوسيداد بيستضيف سيلتا فيجو، والساعة 8:30 الماريا بيستضيف ريال مدريد، والساعة 10:30 أوساسونا بيستضيف أتلتيكو بلباو. الدوري الإيطالي، والساعة 7:30 في مباراتين، إمبولي بيستضيف هيلاس فيرونا، وفروسينيوني بيستضيف نابولي، والساعة 10 إلى ربع أيضا في مباراتين، إنتر ميلان بيستضيف موينزا، وجينوا بيستضيف فورنتينا. الدوري الألماني واللي بدأ حوالي الساعة 4:30 النهاردة، أكتر من حوالي خمس مباريات كلها إثارة ومتعة وفيها أهداف. في هذه اللحظات باير ليفركوزن متقدم على لايبزيج بهدف مقابل لا شيء، فولفسبورغ متقدم على هيدنهايم بهدفين مقابل لا شيء، وهوفنهايم متعادل سلبيا مع فرايبورج، واكسبورغ خسران على ارضه امام بروسيا مونشنجلادباخ 0-2،
وشتوتجارد متقدم على بوخم بهدف مقابل لا شيء. والساعة 7:30 في ختام مباراة الدوري الألماني اليوم، بروسيا دورتموند هيستضيف كولين. دوري الفرنسي، والساعة 8 من مساء اليوم ليون بيستضيف مونبلييه، والساعة 10 تولوز بيستضيف باريس سان جيرمان. الدوريات الأوروبية بدأت انطلاقة قوية، وأكيد هتبقى مباريات قوية ومثيرة خلال الفترة القادمة، وأكيد في ديبيت وفي حوارات جانبية في الصحافة الأوروبية ما بين الدوريات الأوروبية وأبرز النجوم اللي انتقلوا للدوري السعودي خلال الفترة الأخيرة. دي كانت مقدمة مهمة كالعادة من برنامج الترند. نخرج إلى فاصل ونرجع لأبرز الأخبار والكواليس واللي عندنا فيها النهاردة مفاجأتين. نطلع على فاصل وبعد الفاصل نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب النهاردة بنتكلم على بالظبط 5 أيام ويعود النادي الأهلي للموسم الجديد، ويستأنف أو ينطلق في الاستعداد للموسم الجديد بدء التدريبات إن شاء الله يوم الخميس المقبل. خلال الأسبوع الحالي في تفاصيل كتيرة جدا هتكون متعلقة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد. يعني كابتن خالد بيبو مدير الكرة، بتمنى له التوفيق يا رب بإذن الله في المهمة اللي تم تكليفه بها من إدارة النادي الأهلي كمدير للكرة خلال الفترة اللي جاية. سافر للنمسا خلال الساعات الأولى من مساء الأمس عشان يعني يحضر للمعسكر اللي هيستضيف تدريبات الأهلي خلال الفترة اللي جاية في إحدى المدن أو في إحدى المقاطعات في مدينة أو في دولة النمسا. المعسكر إجمالاً هيكون لمدة حوالي 10 أيام في الفترة من 28/8 حتى 8/9، هيتخللوا مباراتين وديتين. الأهلي هيستأنف تدريباته أو هيستعد للموسم الجديد، أول تدريب هيكون يوم الخميس المقبل، ولكن بدءا من يوم الثلاثاء القادم هيكون في عودة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وهيكون في قياسات بدنية هتتعمل لكل أفراد اللاعبين عشان الاستعداد للتدريبات اللي هتسبق للفريق قبل السفر إلى النمسا يوم 28. كابتن خالد بيبو مع الكابتن سمير عدلي المدير الإداري موجودين حاليا في النمسا عشان يبصوا على الملاعب الفرعية اللي هتستضيف تدريبات الأهلي، هيشوفوا فندق الإقامة. تتكلم على منتجع أو مكان يليق بإقامة معسكر تدريبي جيد جدا في الاستعداد للموسم اللي جاي. المعسكر ده هو اللي على أساسه هتبني الموسم الجديد. بمعنى أنت داخل على موسم صعب جدا، ماتشات كتيرة جدا، والبداية الرسمية هتكون مباراة دوري أبطال إفريقيا يوم 16/9 غالبا بنسبة كبيرة، يعني بعد نتيجة لقاء سان جورج مع كيم بطل زنجبار هتكون الفريق الأقرب يعني لمواجهة الأهلي فريق سان جورج الأثيوبي اللي كسب خارج أرضه 2-1. فأول لقاء رسمي للأهلي هيكون يوم 16/9 في أديس أبابا، ولكن المشوار طويل. بعد كده عندك مباراة الإياب يوم 30، بعد كده عندك المفروض في كذا مناسبة قبل ما تخش على السوبر ليج من 20 أكتوبر ل 11 نوفمبر. طبعا انتوا حافظين بقى المواعيد، وفي الحلقات اللي قبل فترة الأجازة كنا بنستعرض معاكم المواعيد وقلنا هنغيب ونرجع ويكون في حاجات كتيرة اتحددت، ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة. ولكن المعسكر ده مهم ليه بقى؟ هتحط القاعدة الأساسية اللي هيكون على أساسها شغل الجهاز الفني، الناحية البدنية والفريق بيستعد لموسم شاق جدا وعدد مباريات قد يتخطى الموسم المنقضي بزيادة حوالي 10 لقاءات. يعني ممكن في الموسم اللي فات انت لعبت 60 مباراة، الموسم اللي جاي متوقع ان انت تلعب من 70 فيما ازيد من 70 مباراة في الموسم اللي جاي، وبالتالي انت بتتكلم على عدد مباريات اكتر، فبالتالي لازم تستعد كويس جدا. بداية الاستعداد كانت الراحة، 3 أسابيع راحة، 10/10 افضل ما يكون. تتكلم اجازة من 4/8 لغاية يوم 24/8، 20 يوم 3 أسابيع بالظبط، فترة راحة سلبية ممتازة جدا. وكلنا تابعنا في فترة الأجازة صور على الانستجرام، صور على الفيسبوك للعيبة موجودة في الساحل، لعيبة سافرت في أوروبا، الكل خرج بره إطار الكرة شوية عشان يفصل عشان يستعد للموسم اللي جاي. المعسكر هيكون فيه مباراتين وديتين. إمتى تتحدد ملامح كل ده؟ النهاردة بالليل في تفاصيل كتير جدا من المعسكر هتتحدد النهاردة. إذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي ممكن بكرة أو بعد بكرة بنسبة كبيرة هنعلن لحضراتكم كافة تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا خلال الفترة اللي جاية. ولكن كابتن خالد بيبو سافر مع الكابتن سمير عادل عشان يطمنوا على كل الترتيبات قبل الفريق ما يسافر يوم 28، وده شيء متبع دايما
من النادي الاهلي، دايما بيبقى كل التفاصيل معروفه قبل ما تسافر عشان ما يكونش فيه اي مفاجات، حتى المباريات الوديه، حتى جدول التدريبات، لدرجه حتى ان الكابتن سامي قمصان في فتره الاجازه قطع الاجازه كده يوم واتنين، عمل جلسه زوم مع الجهاز الفني عشان يشوف الفتره اللي جايه الفريق ينزل التدريبات في القاهره امتى، القياسات بتتعمل امتى، حتى الجهاز الطبي الجديد الفتره اللي جايه اللي هيشتغل بعد طبعا توجيه الشكر للدكتور احمد ابو عبد، نتمنى له التوفيق في مهمته الاخرى في مكان تاني، لكن كل التوفيق للجهاز الطبي الجديد اللي هيشتغل خلال الفتره اللي جايه. الاهلي داخل موسم جديد بشكل جديد، عنده تحديات صعبه، لان الموسم اللي فات الموسم المنقضي الاهلي فاز بكل شيء، فالحفاظ او تحقيق البطولات صعب ولكن الحفاظ عليه اصعب، فعشان تقدر تحافظ على كل الانجازات اللي اتحققت الموسم الماضي محتاج تشتغل ضعف ما اشتغلت في الموسم الماضي، عندك على الاقل من بطولتين الى ثلاث بطولات في الميركاتو الصيفي قبل الانتقالات الشتويه في يناير، فعايز تشتغل عليها بشكل كويس عشان تحقق افضل نتائج قبل ما تخش على معمعه الماتشات الاكبر والاقوى من منتصف يناير حتى نهايه الموسم المقبل اللي لسه لغايه دلوقتي محدش عارف موعده امتى وهينطلق امتى وظروفه ايه. الدوري دور واحد، دوري من دورين، الموسم يبدا في اول تسعه، في نص تسعه، الدوري امتى، القرعه امتى، محدش لسه عارف اي حاجه. حتى سوبر النخبه الاهلي كان بعت اكتر من خطاب لاتحاد الكوره عايز يعرف حتى شكل السوبر اللي جاي ميعاده امتى، توقيته امتى، ما فيش اي ردود. الاهلي كمان بعت للاتحاد الافريقي طلب عايز يعرف ميعاد السوبر الافريقي، ما فيش اي ردود. وانا بقول لكم من دلوقتي رغم ان كان في ميعاد محدد مسبقا واحنا هنا الحمد لله كان لنا السبق نقول ده من فتره ان السوبر ليه ميعاد مبدئي من 15 ل 30 9 ميعاد مبدئي، ولكن يبدو ان الامور تتجه الى التاجيل لاجل غير مسمى. لسه الاتحاد اللي هيستضيف المباراه ما حددش الميعاد المناسب ليه، لسه الملعب ما تمش الاستقرار عليه، في ثلاث عروض قبل كده قلت لحضراتكم، ثلاث عروض عربيه وافريقيه لاستضافه السوبر، العروض ممكن تكون من دول خليجيه دوله او دولتين، دوله افريقيه قد تكون في شمال افريقيا، ده الكلام اللي خرج من بعض المصادر، ولكن لسه ما فيش قرار نهائي. معنى ان ما فيش قرار نهائي واحنا النهارده بنتكلم في 19/8 والماتش طبقا للميعاد المقترح من 15 ل 30 9 يبقى ممكن البطوله تترحل لاجل غير مسمى، وده حصل في اخر ثلاث سنين. الاهلي لعب السوبر الافريقي في اخر اربع سنين حوالي مرتين ثلاثه، وكانت في اكتر من مناسبه في قطر، مره يتلعب في فبراير، مره يتلعب في مايو، ما كانش يعني بيتلعب في بدايه الموسم لا في 8 ولا في 9، لان الامر ده الكاف بيسيبه دايما للاتحاد الوطني اللي هيستضيف المباراه هو اللي يحدد الميعاد المناسب ليه. طيب قائمه الاهلي دلوقتي بعد التدعيمات والصفقات ورحيل لاعبين، يمكن دي الحاجه الوحيده اللي كانت واضحه في الفتره اللي فاتت، الاهلي ضم امام عاشور، ضم رضا سليم، رحل عدد كبير جدا من اللعيبه، حمدي فتحي، محمد شريف، رحله احتراف في السعوديه، رحله احتراف في قطر، فقائمه الاهلي حاليا 29 لاعب بعد بقى ما تفلتر كل الاسامي اللي كانت موجوده. فريق 2001 طبعا بعد الغاء المسابقه عندك لعيبه، هل ممكن تقيد فريق اول؟ هل لعيبه ممكن هتستغنى عنها؟ في لعيبه معاره ممكن ترجع زي صلاح محسن مقيد حاليا في قائمه الفريق الاول زي ما تم الاعلان عنه بشكل رسمي، في لعيبه ممكن هيتم فتره اعارتها الفتره الجايه مدها زي عمار حمدي، كريم نيدفيد رجع، في لعيبه معاره ممكن يتمد عقودها الفتره الجايه، في لاعب مهم زي اكرم توفيق راجع من اصابه وارد يتم تعديل ومد عقده الفتره الجايه عشان يبقى في استمراريه وتعويض السنه اللي غاب عنها مع الاهلي بسبب الاصابه، كل ده بيتم خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، ولكن حاليا قائمه الاهلي 29 لاعب، يتبقى لاعب واحد فقط عندك وقت تقدر تأيد لغاية يوم 14/9. طبعا كلام كتير بقى على فكرة مين المهاجم اللي جاي، مين المهاجم الأجنبي، كلام كتير على السوشيال ميديا، وأنا كنت بتابع برضو الفترة اللي فاتت ناس كتير عمالة تسأل، وأنا عايز أقول للناس نقطة مهمة جدا، فترة القيد لسه مستمرة محليا لغاية 14/9 وأفريقيا لغاية 30/9. احنا النهاردة كام؟ 19/8، يعني في وقت، في وقت ولسه في وقت طويل كمان. يعني فكرة ان الناس دايما بتتكلم عايزين مهاجم، الكلام ده كان بيتقال من يناير اللي فات. بص في نهاية الموسم الاهلي اقوى هجوم في دوري ابطال افريقيا، اقوى هجوم في الدوري المصري، فاز بالدوري المصري، فاز بدوري ابطال افريقيا، فاز بكل البطولات،
الأهلي بيدعم طبقا لاحتياجاته، ومش أي لاعب الفترة الجاية ولا الفترة دي ولا الفترة اللي فاتت هيقدر ينضم للأهلي بسهولة. لازم اختياراتك يبقى فيها تأني كبير، لأنك داخل على مرحلة صعبة جدا. وفكرة الاستعجال، أنا عارف الناس دايما نفسها تشوف الأهلي في أفضل حالة، ولكن أنا عايز أذكر الناس، في يناير اللي فات كانت الناس عمالة تتكلم أنت داخل كأس العالم للأندية بدون رأس حربة، رحت لعبت بطولة إفريقيا بدون رأس حربة، ومع ذلك لما دخل كهربا في قائمة الفريق بعد فترة الإيقاف كان أفضل تدعيم لصفقة المهاجم في النادي الأهلي. كلامي ده محدش ياخده في إطار اللي أنا ببرر فكرة إن الأهلي مش هيجيب، لأ، الناس بتشتغل والناس بتحاول قدر الإمكان تدعم القايمة بشكل جيد جدا عشان الموسم اللي جاي. وفي مشروع عشان قايمة الفريق حتى 2025 تقدر تواكب كأس العالم للأندية اللي هيتلعب بنظام 32 فريق. فالجزئية دي محدش يتناقش فيها عشان محدش ياخد كلامي كمبرر إن الأهلي مش هيدعم، لأ الأهلي بيدعم. والأهلي فاجئكم بصفقات محدش كان يتخيلها زي إمام عاشور وزي رضا سليم. فالناس عارفة احتياجات الفريق إيه، ولكن أنا عايز أقول للناس في فترة من الفترات في ظل الضغط الكبير إزاي مفيش راس حربة، الأهلي فاز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا والكاس والسوبر وكل البطولات، وأقوى هجوم في الدوري وفي دوري أبطال إفريقيا، وكل المناسبات الأهلي كان موجود فيها الحمد لله نجح فيها بنسبة 100%. طيب قائمة الأهلي في القيد المحلي أخرها إمتى؟ يوم 15/9. النهارده كام؟ 19/8. طيب نفترض يعني إن عدى 31/8 وجبت لعيب في أول 9، هل ده ممكن يسبب أزمة ليك على المستوى الإفريقي؟ لا. يعني لسه عندنا وقت؟ آه لسه عندنا وقت. لسه عندنا وقت والناس بتشتغل والناس عارفة إيه اللي ممكن يتحقق الفترة اللي جاية. ناس كتيرة ممكن بتبقى على اليوتيوب عايزة تعمل مشاهدات وعايزة تعمل أخبار وبتجتهد. فالجمهور للأسف بينساق ورا فكرة النهاردة اسم لعيب من غانا، بكرة اسم لعيب من كولومبيا، بعده اسم لعيب أفريقي بيحترف في سويسرا، بعده اسم لعيب بيلعب في بلجيكا. طبعا الناس كلها عايزة تسمع وتقرأ وتشوف ايه التدعيمات اللي هتتم، ولكن واحدة واحدة لغاية لما الأهلي ينهي كل الملفات استعدادا للموسم الجديد. لأن أنا بصراحة على المستوى الشخصي شايف الإدارة الوحيدة اللي بتستعد للموسم الجديد في المنظومة كلها هي إدارة الأهلي، بالدليل انتوا شايفين لا اتحاد الكوره بيعلن عن خطوات الموسم اللي جاي، ولا شايفين حتى انديه منافسه مع الاهلي في البطولات الافريقيه داخله بنفس القوه او حققت حتى نفس اللي حققته الاهلي السنه اللي فاتت بنفس التدعيمات اللي عملتها قبل كده وحققت حاجه. محدش حقق حاجه. فبالتالي لو هستعرض معاكم القيد الافريقي اللي الناس مش واخده بالها ان لسه عندنا متسع من الوقت. يعني ممكن الناس تقول لك ايه الوقت مفيش مساحه، لا لسه عندنا مساحه يا جماعه. بصوا اولا القيد الافريقي بالنسبه للاهلي عشان يلعب دوري ابطال افريقيا في ماتش الدور ال 32 للدور التمهيدي الثاني عندك في الفتره من 1 ل 31/8، 31/8 يعني لسه قدامك حوالي 11 يوم على غلق باب القيد الافريقي عشان تلعب باللعيبه اللي معاك دي في الدور التمهيدي الثاني. طيب نشوف الورقه الثانيه، على فكره الورق ده لاول مره بيتعرض على شاشه قناه رياضيه في مصر، موضوع متعلق بمواعيد القيد. المواعيد كانت اتقالت نصا، ولكن من خلال الخطابات الرسميه احنا هو بنقول لكم الامور كلها بمستنداتها عشان ما حدش يستعجلكم يقول لكم خلاص الوقت ضيق. طب نفترض جبت لعيب في الفتره بتاعت شهر 9 اللي هو القيد الافريقي فيه من 31/9، هو طبعا المحلي اخره 15/9، فانت الديد لاين بالنسبه لك محلي 15/9. طيب هيلعب معاك من امتى؟ من دور المجموعات، يعني مش هيكون مرحل مثلا يلعب في الادوار اللي بعد كده، هيلعب من دور المجموعات اللي هي في شهر 11. فبالتالي لسه عندك وقت. لسه في قيد في يناير من 1 ل 31 يناير، ده القيد الشتوي في القائمه الافريقيه، عندك مساحه انك تأيد 7 لعيبه. وليك الحق انك تستبدل 4 بس من ضمن الـ7. طب القائمه الافريقيه كام؟ 40 لاعب. طبعا القائمه المحليه 30 للاسف، ولكن القائمه الافريقيه بقت 40 لاعب زي المواسم اللي فاتت. ليك الحق في يناير تضيف 7 او تستبدل من ضمن الـ7 4 من اللي كانوا موجودين معاك في القائمه الاوليه الحاليه، ولكن بشرط الـ4 ما يكونوش لعبوا في المسابقات الافريقيه. كل المواعيد دي بالديد لاين اللي محدد من الاتحاد الافريقي بدون اي غرامات، بدون اي غرامات. وبالتالي دي مواعيد القيد عشان اقول للناس لسه في عندكم شويه وقت، محدش يضغط محدش يستعجل. شغل اليوتيوب انا عارف بيبقى فيه نسبه مشاهدات الناس عايزه تعرف المعلومه، ولكن قدر الامكان الناس بتحاول تجتهد، لكن محدش عنده المعلومه الصحيحه. وده زي ما حصل في الصفقات اللي فاتت، رضا سليم ظهر فجاه والاهلي تعاقد معه وما كانش اسمه مطروح ولا حد كان بيردد اسمه قبل كده.
وكذا اسم كان بيتقال، وفي الاخر لقينا ان الاهلي عمل صفقتين، وال 30 40 اسم اللي اتقالوا لسه ما تمش الاعلان عن اسماء زي ما قريته او سمعته او شفته خلال الفتره الاخيره. طيب ده ملف. الملف الثاني وهو متعلق، انا اتكلمت على السوبر الافريقي الاهلي واتحاد العاصمه، واعتبروا المباراه مؤجله لاجل غير مسمى لغايه ما يتم تحديد ميعاد جديد. ولكن البطوله الاقرب للاهلي الفتره اللي جايه في ظل عدم تحديد مواعيد بطولات كتيره جدا غير دوري ابطال افريقيا، السوبر ليج. رسميا السوبر ليج هي الانطلاقه هتكون 20 اكتوبر، والنهايه مباراه النهائي يوم 11 نوفمبر. البطوله بنظام الذهاب والاياب، اربع فرق تصنيف اول، اربع فرق تصنيف تاني، فريق يواجه فريق من هنا طبقا للقرعه. الاهلي مصنف اول، اول ماتش خارج مصر، المباراه التانيه داخل مصر. كل اربع ايام عنده مباراه لغايه ما يوصل للفاينل، ست ماتشات في 21 يوم. وتحددت بشكل رسمي ملاعب السوبر ليج. هنطلع على حضراتكم دلوقتي على الشاشه بمستند رسمي بملاعب السوبر ليج لاول مره على الشاشات في القنوات الرياضيه المصريه. ايه هي الملاعب؟ ودي ملاعب معتمده طبقا لخريطه القاره الافريقيه من الشركه الايطاليه. اتمنى تبقى الصوره واضحه لحضراتكم على الشاشه. رقم واحد استاد القاهره الدولي، ملعب النادي الاهلي. رقم اتنين فوق في دول معاكم على الشاشه طبعا، ده صوره استاد القاهره الدولي. نرجع للخريطه من تاني، دي الخريطه اللي تم اعتمادها من الشركه الايطاليه ومن الكاف والفيفا. الملعب التاني في منطقة الشمال، ده ملعب استاد حماد العقربي، ملعب استاد رادس، وده هيكون ملعب نادي الترجي. بجانبه رقم ثلاثة ملعب محمد الخامس في كازابلانكا، هيكون ملعب نادي الوداد الرياضي المغربي. حتى الآن ده قدامكم على الشاشة اهو، مركب محمد الخامس هو ملعب نادي الوداد، هيكون ملعب مبارياته في السوبر ليج. الملعب حاليا في صيانة عشان أمم أفريقيا 2025، لكن الوداد بيأكدوا أن هم هيلعبوا لقاءات السوبر ليج على ملعب محمد الخامس. طب ننزل تحت شوية، الملعب رقم أربعة ملعب دار السلام، ملعب بنجامين مكابا قدامكم أهو، ده ملعب سيمبا التنزاني، ده رسميا هيكون ملعب سيمبا في السوبر ليج. طيب نروح للملعب رقم خمسة، وده ملعب الكونغو الديمقراطية، ملعب مازيمبي، تي بي مازيمبي في مدينة لومومباتشي في الكونغو الديمقراطية. ده ملعب رقم خمسة تم اعتماده رسميا طبقا للخريطة الرسمية اللي منتشر فيها أسماء الملاعب على خريطة القارة الإفريقية. طب نروح لملعب رقم ستة، ودي المفاجأة، ده ملعب إنيمبا. طبعا إنيمبا كلنا عارفين بيلعب في مدينة أبا النيجيرية، لعب عليه الاهلي في 2004 2005، ولكن لا مش هيلعب على ملعبه. انيمبا هيلعب في مدينه يويو في استاد جودويل اكومبيبو، ده ملعب اللي اتلعب عليه نهائي كاس الكونفدراليه العام قبل الماضي، واللي كان بيديره طاقم تحكيم مصري، الملعب اللي فاز فيه نهضه بركان بكاس الكونفدراليه الموسم قبل الماضي. ده هيكون ملعب انيمبا بشكل رسمي طبقا للخريطه المعتمده من الشركه الايطاليه على ملاعب مباريات السوبر الافريقي. طيب نروح لملعب رقم سبعه. ملعب رقم سبعه ده في لواندا، استاد 11 اغسطس او 11 نوفمبر، ملعب بترو اتلتيكو، بترو اتلتيكو الانجولي هيلعب على ملعبه في لواندا، ملعب 11 نوفمبر، والاهلي والمنتخب حتى لعب عليه اكتر من مره. الختام مع ملعب ماموليدي سان داونز، هيلعب فين في السوبر ليج؟ هيلعب في ملعب لوفتس في بريتوريا، الملعب اللي لعب عليه سان داونز السنه دي كل مبارياته في دوري ابطال افريقيا، مباراته مع الاهلي، مباراته مع الوداد. ملعب لوفتس هيكون هو ملعب سان داونز في السوبر ليج، مش هيلعب في لوكاس ماريبي، مش هيلعب في جوهانسبرج، هيلعب في بريتوريا. ودي الملاعب الرسميه للثمان انديه اللي تم اعتمادها بشكل رسمي خلال السوبر ليج. ده خبر رسمي، ودي ملاعب رسمية طبقا للخريطة اللي قدرنا نحصل عليها من مصادرنا عشان نعرف حضراتكم الثمان دول والثمان ملاعب والثمان أندية اللي خلاص رسميا هيكونوا طرف في السوبر ليج. امتى القرعة؟ قرعة السوبر ليج يوم 4/9، قرعة السوبر ليج يوم 4/9.
يوم 4/9 الاهلي هيعرف مين المنافس بتاعه، هيلعب مع سيمبا ولا انيمبا ولا مازيمبي ولا بترو اتلتيكو الانجولي. ده خبر رسمي بنقوله لحضراتكم من خلال برنامج الترند. طيب الملف الاخير في ترند الترند، وهو ملف لجنه الحكام. قلت لحضراتكم الفتره اللي فاتت يبقى الوضع كما هو عليه، ولكن في ملف التحكيم كانت فيه تطورات سلبيه ليست تطورات ايجابيه. انا قلت هرجع عليه بقى في معسكرات وفي تحضيرات وفي اجتماعات، ولكن رجعت لقيت الدنيا بايظه بايظه بايظه. لا في لجنه ولا في رئيس لجنه ولا في خريطه الاستعداد للموسم الجديد، بل بالعكس مشاكل بين اعضاء في اللجنه مع حكام دوليين، مشكله في معسكر النخبه مع حكام دوليين، مشكله مع بيريرا ما تعرفش مشكله جايه هل من اعضاء في اللجنه هل من اعضاء في اتحاد الكوره، مفاوضات تمت ما بين اعضاء في اتحاد الكوره مع شخصيه جديده مصريه تقود التحكيم الفتره اللي جايه، تفاصيل كتيره جدا. انا النهارده مش هدخل في كل التفاصيل، ولكن اللي هقوله النهارده بيريرا البرتغالي رئيس لجنه الحكام في مشكله معاه، في مشكله معاه، ممكن يكمل بنسبه 50-60%، لا ممكن ما يكملش. ليه؟ ماليش علاقه بقى بفندق الاقامه وجابوا شقه اسرته قاعده فين، متضايق زعلان، دي امور اداريه المفروض الاتحاد يوفر فيها كل شيء للخبير البرتغالي اللي موجود حسب الاتفاق، محدش فينا يعرف العقد فيه ايه، لكن طبقا للعقد نفذ الاتفاق. لكن هتكلم على الشغل الفني، الراجل طلب تغيير في اعضاء لجنه الحكام، والراجل قال انا مش هشتغل مع المجموعه اللي كانت معايا للموسم اللي جاي، وطلع واتكلم عليهم وعلى شغلهم وقال التحكيم كان سلطه، قالها كده سلطه. طبعا انا قلت بيني وبين نفسي الناس اللي قال عليهم كده هيقدموا استقاله هيمشوا هيردوا عليه؟ لا خالص، سكوت صمت مريب، محدش عايز يرد. يا جماعه ده قال عليكم سلطه، يعني انتوا ما بتشتغلوش انتوا بتعكوا، لا محدش رد عليه. فالراجل عايز يغير، في ناس في الاتحاد مش عايزه تغير، لدرجه ان حتى التفاوض اللي تم مع شخصيه تحكيميه جديره بالاحترام عشان يجي يدير ملف التحكيم بعد بيريرا طلب برضه تغيير بعض الشخصيات واتقال له مش هينفع. يا جماعه مش هينفع ليه؟ هي اللجنة بالوراثة ولا اللجنة ايه الوضع اللي فيها؟ مين في الاتحاد ليه مصلحة ان يبقى عضو ولا اتنين ولا تلاتة؟ وبعدين في حاجة تانية، اللي مشى كلاتنبرج وكان سبب في مشيانه ودلوقتي بيريرا عايز يمشيه، ويبدو ان هو برضه اللي هيمشي بيريرا، والشخصية المصرية اللي هتقود ملف التحكيم اذا تم الاتفاق معاها برضه رفضت نفس الشخصية اللي مشي كلاتنبرج واللي عايز يمشي بيريرا، ومع ذلك في تمسك انه يكون مستمر. ايه الاسباب؟ ليه؟ الناس في النادي الاهلي لما بتتكلم على تطوير المنظومه عارفه الكواليس وعارفه التفاصيل، ولما بتبعت خطاب لاتحاد الكوره لتطوير المنظومه بتحط الناس امام مسؤولياتها عشان تشتغل صح. وانا باكد للجميع الموسم اللي جاي اسوأ من اللي فات واللي قبله، مشاكل مع الحكام الدوليين، مشاكل ما بين الحكام الدوليين، مشاكل ما بين الحكام الصاعدين مع الحكام الدوليين، قايمة دولية هتكون زي البركان اللي هينفجر جوه اتحاد الكورة، لأن القايمة الدولية لو ما اتعملتش صح السنة الجاية مش هتشوف حكم مصري لا في كأس أفريقيا ولا في ماتشات إفريقية ولا في مباريات تصفيات كأس عالم. يا عم أنت بتخضنا؟ لا أنا بقول لك بصراحة، القايمة الدولية اللي هيتم التحضير ليها من معسكر النخبة يوم 24/8 لو ما اشتغلوش عليها صح مفيش حكم مصري لينا السنة الجاية في أي مناسبة دولية، والحكام عارفين الكلام ده والحكام فاهمين الكواليس اللي ما بين السطور في التفاصيل دي، ومع ذلك كل الدوشة دي وبريرا عنده أزمة ومشكلة عايز يغير ومحدش عايز يساعده. طب إيه اللي هيحصل؟ بكرة في جلسة، بكرة بكرة في جلسة ما بين بريرا مع مسؤول بارز في اتحاد الكرة عشان يشوف الخطوة اللي جاية. مسألة بقاء بيريرا من رحيله ليست متساوية، بمعنى
نسبة رحيل بيريرا تتخطى ال 50-60%، وقلت الكلام ده من شوية. بقاؤه لا يتخطى ال 40%. في مستجدات ممكن تحصل، وارد، ولكن الناس اللي عايز يمشيها موجودة، والناس اللي عايز يمشيها عملت اجتماعات في الاتحاد أول امبارح عشان تشوف الخطوة اللي جاية لما الراجل يرجع وضعها يبقى ايه. اجتماعات يعني ايه؟ قعدوا اجتمعوا مع بعض بيريرا ورجع. طب الشخصية المصرية اللي هتقود ملف التحكيم لو رجع أو جه مكانه هيبقى دورنا إيه؟ لينا دور ولا ملناش دور؟ ما كل واحد ليه صوت أو كتلة تصويتية جوه المجلس. ودي برضه أنا مش قادر أفهمها، يعني عضو لجنة الحكام بيبقى ليه كتلة تصويتية ليه؟ مين عضو في الاتحاد عايز حكم أو عايز عضو لجنة يكمل؟ إيه المصلحة في دي؟ أنا مش فاهمها. فملف التحكيم فيه مشكلة. في مخطط لتطفيش بيريرا؟ في مخطط. بيريرا ممكن يمشي؟ ممكن يمشي. هو عايز يقعد؟ هيقعد بس بشروط. هل الشروط هتتنفذ؟ أشك. والأيام بينا وهنشوف اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. لكن حتى بعد رحيل بيريرا أو إذا رحل، الشخصية المصرية اللي بيتفاوضوا معاها عشان تقود ملف التحكيم في مؤامرة ما بين بعض الأعضاء كمان عشان ما يجيش، لأنه طلب رحيل 2 من أعضاء اللجنة خلال الفترة اللي جاية. مش هذكر أسماء كثير، ولكن الأيام المقبلة هتكشف لكم كواليس وتفاصيل فيها أسماء واضحة، وساعتها هنتكلم بالاسم وبالمعلومة وبالخبر عن كل واحد، إيه اللي تم معاه قبل كده وإيه اللي هيتم معاه خلال الفترة اللي جاية. فاصل بعد هذه الفقرة اللي كانت مليئة بالأخبار والكواليس، ونرجع بعد الفاصل نشوف آخر أخبار الترند. السوشيال ميديا أكيد فيها تفاصيل كتيرة جدا بخصوص ما هو القادم بالنسبة للنادي الأهلي. نطلع مع بعض نشوف آخر أخبار الترند، ونرجع نشوف ايه اللي اتكتب في السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند. نبدا مع بعض بترند الاهلي. النهارده عندنا حاجات كتيره في ترند الاهلي، والبدايه مع حساب يلا كوره. مصدر ليلا كوره: الاهلي يخوض وديتين في معسكر النمسا وجاري التنسيق لاختيار الفرق. قلت لحضراتكم الكابتن خالد بيبو سافر مساء امس الجمعه، هيرجع إن شاء الله بكرة على أقصى تقدير عشان يطمئن على كافة ترتيبات المعسكر. المعسكر هيبدأ من 28/8 حتى 6/9، نتكلم في حوالي 10 أيام. هيكون في تنسيق كمان على فكرة عودة اللاعبين الدوليين، لأن منتخبنا الوطني عنده أجندة دولية من يوم 7/12/9. فهل ممكن يستعين بلاعبي الأهلي الدوليين؟ ده هيتم الفترة الجاية في تنسيق ما بين كولر وروي فيتوريا. ولكن المباريات الوديه بنسبه كبيره تتحدد النهارده بالكثير عشان نعرف الاهلي هيلعب مع مين خلال الفتره اللي جايه. واكيد كولر له وجهه نظر في المباريات الوديه عشان كفترات تدريجيه للفريق في بدايه الموسم. طب اليوم السابع امام عاشور وصلاح محسن ورضا سليم في مهمه اثبات الزاد. فكره امام عاشور ورضا سليم صفقات جديده للاهلي، صلاح محسن يعني دفعه جديده وفرصه جديده ليه عشان يظهر مع الاهلي بعد فترة إعارة مع سيراميكا كليوباترا. فعموما الفترة اللي جاية هيكون فيه اهتمام بمتابعة الثلاثي من خلال مارسيل كولر. وبكل أمانة مش عاشور ومحسن ورضا سليم بس، كل القايمة بلا استثناء فترة المعسكر دي فترة نموذجية لأي لاعب عايز يبدأ الموسم الجديد ويلقى يعني ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. والموسم طويل وهيبقى فيه روتيشن كتير وتغييرات كتير على فكره، يعني ما حدش هيبقى عنده لو ما بداش الموسم فمش هيلعب خالص، لا الموسم طويل فالروتيشن هيبقى كتير. القائمه المحليه 30، ولكن اتمنى يا رب ان اتحاد الكره يتدارك الموقف حتى في يناير ويزود القائمه، لان الموسم السنه دي على المستوى الافريقي والدولي في مباريات كتيره جدا. طيب اليوم السابع صلاح محسن ياخد تدريبات اضافيه قبل بدء فتره اعداد الاهلي للموسم الجديد. طبعا صلاح محسن الفترة اللي فاتت كان موجود مع سيراميكا، طبعا نهاية الموسم بالنسبة له مختلفة تماما عن الأهلي، أنهى الموسم قبل الأهلي، فبالتأكيد كل اللعيبة اللي أنهت الموسم قبل الأهلي ليها فترة إعداد مختلفة شوية عن اللعيبة اللي كانت بتلعب مع الأهلي، بدليل أن رضا سليم رجع من الأجازة قبل الأهلي ما يستأنف تدريباته بأسبوع عشان يستعد للفترة الجاية. كابتن سامي قمصان قطع الأجازة وعمل زوم ميتنج مع حتى الجهاز السويسري مع مارسيل كولر، لان في ترتيبات كتيره هتتم ليه الفتره اللي جايه. طيب نروح كمان ونشوف حساب الوطن سبورت. اهو رضا سليم يستعد للموسم الجديد بتدريبات في فندق الاقامه. رضا سليم اليوم اللي وصل فيه على فكره يعني نشر صور ليه على انستجرام من فندق الاقامه،
والفندق قريب جدا من مقر الاهلي في الجزيره، يعني يمكن حوالي 200 متر 300 متر، ينزل يتمشاهم دقيقتين يبقى في مقر النادي الاهلي في الجزيره. ففي فتره كويسه اللعيبه عايزه تستعد للموسم اللي جاي. رضا سليم على فكره كواليتي لاعب مش موجود في الدوري المصري. كواليتي لاعب مش موجود في الدوري المصري، لعيب سريع جدا بيعرف يستلم في مساحات، من اللعيبه المميزه جدا في تسديد ركلات الجزاء والضربات الثابته وكمان في الضربات الركنيه، فلعيب امكانياته ما شفناهاش كتير في الدوري المصري اخر سنتين ثلاثه، نتمنى يا رب باذن الله يكون موفق مع النادي الاهلي ويكون في اطار الخطه اللي عايز يلعب بيها كولر في الموسم اللي جاي، ولسه ملف التدعيمات اكيد النادي الاهلي شغال عليه عشان يكمل قائمه الفريق للموسم اللي جاي. طيب اليوم السابع النهارده بيتكلم على ملف مهم جدا. الاهلي يترقب عوده كولر من سويسرا لتوقيع عقود تمديد التعاقد، ما فيش فيها اي مشكله وما فيش فيها اي ازمه، واعتبروا كولر مكمل مع الاهلي الفتره اللي جايه، لسه متبقي سنه في عقده وان شاء الله الكلام كمان على زياده سنه او سنتين عشان يكمل الفتره اللي جايه. وكل الكلام اللي كان بيتقال ان في عروض، لا كولر عايز يكمل نجاحه وعايز يكمل مشروعه مع النادي الاهلي، واكيد في نهايه هذا الاسبوع هيكون في تفاصيل كتيره ممكن الاهلي يعلن عنها. المصري الرياضي سبق شويه وقال يمتد العام 2026 بنود مثيره في تجديد عقد كولر مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طب تعالوا نشوف مع بعض كده ايه البنود اللي بيتكلموا عليها. اولا العقد هيمتد يبقى 3 مواسم، موسم جاي زائد سنتين. اوكي، كولر بيحصل دلوقتي 185,000 دولار، او كان بياخد 160 هيبدا ياخد 185. الارقام دي غير صحيحه. اولا مبدئيا كده الارقام دي غير صحيحه. هيتم إضافة شرط جزائي شهرين على كل طرف حال فسخ التعاقد. برضو الكلام ده مش بنفس السياق ومش بنفس الشكل. الناس بتحاول تجتهد بس أنا بأكد لكم إن الكلام ده برضو غير صحيح. إضافة بند يسمح لكولر والأهلي باختار أي طرف تاني قبل بداية الموسم الأخير بفسخ التعاقد دون شرط جزائي. عموما هنستنى ونشوف موقف الأهلي الرسمي وموقف كولر في الإعلان عن التجديد وما هو التفاصيل الرسمية اللي ممكن يتم الإعلان عنها عشان أتأكد من بعض هذه المعلومات. طب الوطن سبورت بيقول ان الاهلي يسدد القسط الاول لميتلاند في صفقه امام عاشور. طبعا الاهلي يعني باع محمد شريف وحمدي فتحي، منتظر بالتاكيد اموال تدخل خزينه النادي الاهلي. الاهلي كمان منتظر فلوس الفوز بدوري ابطال افريقيا، لسه الاتحاد الافريقي ما سددش المكافئات لغايه دلوقتي، فكل دي فلوس اكيد النادي الاهلي بينتظرها عشان يبدا يسدد بيها القيمة الخاصة بصفقات اللاعبين الجدد، سواء إمام عاشور سواء رضا سليم، التجديد للجهاز الفني، نسبة المقدم في عقود اللعيبة للموسم الجديد، أكيد كل دي هتبقى التزامات مالية على الأهلي خلال الفترة اللي جاية. ولكن قطاع الكرة في الأهلي في الموسم المنقضي حقق نجاحات كبيرة جدا على المستوى المالي وعلى المستوى الفني. طيب كرة بلس بيتكلموا على موعد وصول مارسيل كولر إلى القاهرة لقيادة مران الأهلي. قالوا في التفاصيل إن كولر هيوصل يوم الأربعاء عشان يقود التدريبات يوم الخميس. طيب نروح كمان لحساب كورة بلس. الأهلي يرفض بيع محمد عبد المنعم، لا يوجد أي عرض سعودي لضم محمد عبد المنعم الصيف الجاري، اللاعب من العناصر الأساسية ولا توجد نية للتفريط في خدماته. وأنا بأكد لكم عبد المنعم مستمر في الأهلي هو والشناوي. حساب يلا كورة، مصدر ليلا كورة، محمد هاني يوافق على تجديد عقده مع النادي الأهلي. أكيد هيكون في استمرارية لمحمد هاني، وكمان هيكون في تمديد لأكرم توفيق، وفي أمور كتيرة جدا هتتم في التعاقدات بالنسبة لتجديد عدد من اللاعبين زي ما تم تجديد عقد أفشة خلال الفترة الأخيرة. طب نروح للترند المحلي، وأخيرا موعد قرعة الدوري ولكن القسم الثاني مش القسم الأول. طيب لجنة المسابقات باتحاد الكرة قررت إجراء قرعة دوري القسم الثاني ألف يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد. هي دي قرعة دوري المحترفين ولا القسم الممتاز بيه؟ الواحد ما بقاش عارف على فكرة شكل مسابقات الأقسام الأدنى بعد الدوري الممتاز، يعني في دوري محترفين هيتلعب إزاي ما حدش عارف، قرعته إمتى ما حدش عارف، هيبقى في فار ولا لأ ما حدش عارف. على فكرة عايز أقول لكم على حاجة من المناسبة، بريرا كان عامل تصنيف للحكام، الحكم اللي هيحكم دوري ممتاز مش هيحكم في القسم الثاني، بس عندك دوري محترفين وعندك قسم ثاني وفي قسم ثالث وقسم رابع. القصه مش واضحه ومحدش مدي معلومه لغايه دلوقتي.
طيب اسرع يعني نبدا في الترند العالمي وناخد يعني حاجه كده عن محمد صلاح في حساب اي بي ال وورلد. صلاح على بعد مشاركه هجوميه واحده من الوصول الى 200 مشاركه هجوميه مع ليفربول، احرز 139 هدف وعمل 60 اسيست، والنهارده بيلعب وصل لها خلاص، يعني النهارده صلاح خلاص اتم ال 200 مشاركه هجوميه لصلاح مع ليفربول. صلاح السنه دي عايز يعمل ارقام قياسيه على فكره، ده الهدف ليه مع ليفربول السنه دي. طب سؤال طرحناه في بدايه الحلقه بخصوص افكاركم بخصوص التطوير اللي ممكن يتم على الكره المصريه. استاذ عبد الله رضوان بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، اولا الحمد لله على السلامه، الله يسلم حضرتك. ثانيا تطوير الكره المصريه يختصر في ثلاث اشياء، اولها كل اللجان تكون لجان محترفه اجنبيه، يا راجل اجنبيه ده عايزين يمشوا الراجل الاجنبي الثاني. ثانيا الدوري يعود الى 14 فريق مره اخرى. ثالثا ان يكون هناك طلب للاتحاد الافريقي لتحديد ايام محدده للعب مباريات دوري ابطال افريقيا لا تكون مفتوحه، طلبات منطقيه ولكن تنفيذها صعب. استاذ رمضان بيقول لجنه حكام قويه ورئيس اجنبي لها متمرس ذو خبرات سابقه مؤثره في اي مكان عمل بها. الكلام ده مش هيحصل لان في ناس موجوده مش عايزه خبير اجنبي. اثنين عودة الساعة الكاملة للاستاد وعدم تحديد أعداد، ولو تم تحديد عدد لا يقل عن 20,000 متفرج نتمنى. ثلاثة إلغاء بند تقليص القائمة من قبل الاتحاد لفتح المجال لأكبر عدد من لاعبين الشباب لكسب الخبرات المشاركة والاحتكاك. والله العظيم آراء الناس يعني زي ما يكون في المطبخ وفاهمة. طيب أستاذ رمضان بيقول تحديد لائحة كاملة ومحددة التفاصيل لبنود اللوائح التنظيمية للدوري وتحديد اللجان والاختصاصات للجان مستقلة ذات سيادة وقادرة على أخذ القرارات لصالح الجميع، وايضا الردع ضد اي تجاوزات من جميع اطراف المنظومه، وهناك اقتراحات مفيده للكره المصريه. اخر تعليق استاذ خالد عبد العزيز بيقول فقط لوائح واضحه وتطبيقها بصرامه، الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك يا استاذ خالد. الناس عارفه التطوير هيتم ازاي، اعمل لوائح طبقها على الكبير قبل الصغير، واعمل نظام وهات لجان محترفه، ولكن هل ده هيتعمل؟ نستنى ونشوف. عندنا تجربة مش بعيدة قريبة مننا في المملكة العربية السعودية، مدير الدوري رابطة الدوري السعودي على فكرة مش سعودي، راجل أفريقي اشتغل في الدوريات الأوروبية، هل ممكن ده يحصل في الدوري المصري؟ هنشوف خلال الفترة اللي جاية. عموما بنشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.